ندوة في العاصمة الموريتانية نواكشوط تقرع في أوجه الشراكة بناء على العمق التاريخي والتحديات العالمية المستقبلية وإدخال مزايا أكبر بالنسبة للعلاقات للعلاقات بين الكلام. موريتانيا والمغرب، منظمة من طرف المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية في موريتانيا. وقد حاضر في الندوة أكاديميون مغاربة وأساتذة جامعيون وباحثون موريتانيون. ويقول منظم الندوة إن إعادة بناء الاتحاد المغربي تتطلب الاستفادة من التجارب السابقة وإعادة المحاولة رغم ما كان من إخفاقات، ولو تطلب الأمر خلق قنوات جديدة للتواصل بين أقطاره. رغم ما كان معلقا عليها من آمال عملت أجيال متعاقبة على تحقيقه، فإنه من المتعين انطلاقا من تلك التجارب المتعثرة لاندماج بلدان المغرب العربي الكبير بشكل جماعي، البحث عن خيارات أخرى لبناء شراكات جماعية متقدمة بين بعض تلك الأقطار التي تجمعها عوامل تعزز فرص نجاح التعاون والشراكات المتقدمة. أما الأكاديميون المغاربة فرأوا أن أي بعد آخر للبلدان المغاربية إفريقيا أو غيره لا يمكن أن يقوم مقام الحلم المغاربي، مؤكدين أن في المشتركات التاريخية والحضارية بين الدول المغاربية رأس مال مهم للبناء عليه. يعني أسطوانة التاريخ والدين وإلى آخره، هذه أشياء مهمة، هذا رأس مال يجب أن نبني عليه. السؤال هو ماذا وكيف نبني عليه، وبالتالي كيف يمكن أن نحول هذه الفكرة من مجرد حنين رومانسي أحيانا إلى رأس مال قابل للعمل وقابل للاستثمار. وتستمر أعمال الندوة ليومين، وينتظر أن يعلن في ختامها عن تأسيس فريق برلماني مغاربي مدني، وهو المشروع الذي يقول المركز المغاربي إنه كان يشتغل عليه منذ سنوات.